وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أبي هريرة الله كرى للنقضي وحويري رسولك ألا محمد صلى الله عليه وسلم وحويري وحا جرى لبقل أو أهل النار ككمد أه وأنا أنيق أركن يعني قدا شيء إيمان دونا مدى كوات وقوم ستبودت أو أؤك سيدة سينت اللعات أو كلي أو أيدتك كو قراء عيان تنلبات أو أه دمر در حران مسنها دانا قاوان أو أجر كودي دان أد أركيسو أو روحي دونا قربهو دا سي اسمعنين إي إسججب سنكا مقاتل أسعون دونا مدحيا دو دا أد مودو سيدة كورسكا جيل يعني ستا ثمو بين أه إيو مريو لغو قريو تمها سي لو ديريو تمها سي وحو يري رسولك ألا محمد صلى الله عليه وسلم كواسي مقالي دونان جنة دا من هيلي دونان أدو جيدا أما عرفت إذا محا أدو جيدا إي عرفت إذا أحبا وحي أجرتا مسافو إنتاس إي إنتاس إن أي جنة أدو جيدا هلان سبحان الله اللو أذيقان كان نبت قلني إن أدنقا قديس أدو جنة دا إي ريحان تيدا هدبا قبلها ولا له إي مسلمين تأهو كتحدرا وحاد سمينيسان مركاد أروسيا دا آديسان او اح اناد حيرتان لر لغا اركي جركينا او ايدل ايو تيمهاغا اا كبو حيسو بروكو اما تاكوين بدن سي اا تيمهاغا او ديريسو سي اادن اوغو قادن جنة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.